حمود من السعودية يقول: ما هي الطرق الشرعية التي نصر بها المسلمين خاصة مع الواقع المؤلم الآن؟ نعم. وسؤال الحقيقة سؤال مهم جدا. ما يتعلق في التعامل في القضايا والنوازل والحوادث، كيف يتعامل معها الناس في نصرتها؟ وذلك أن ثمة خليط من جهة التعامل، وكذلك أيضا الخلل في ذلك، سواء كان ذلك من طريقة الإصلاح، أو كذلك أيضا مواضع الإصلاح، أو كذلك أيضا في مراتبه ومواضعه، أو كذلك أيضا في التعامل مع المخالفين من أهل الفساد الذين يقومون مثلا بغرس الفساد، أو كذلك أيضا من الذين يؤيدونه ولا يفعلون ذلك الفساد ولكنهم يحبونه. ولهذا تجد أن المنافقين في المدينة يحبون الكافرين ولا يظهرون أنهم من اليهود والنصارى ولا من المشركين، وإنما هم يؤيدونه ويتعاطفون معهم. كيف يتعاطى الإنسان مع أولئك؟ ثمة مخالفين على مراتب، وثمة أيضا شر على مراتب. نقول إن ثمة خطوات في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الخطوات هي التدرج على ما تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة الشر وبناء صرح الإصلاح على مراد الله لا على ما يهوى الإنسان. وأعلى ذلك أن الإنسان إذا كان في مجتمع قد اجتمعت فيه الشرور وكثرت فيه الموبقات والفتن، فإنه يجب عليه أن يزيل من الشر أعلاه وأن يتغاضى عن أدناه. ومعنى ذلك أن الإنسان يأتي بالشر بأعلاها، وذلك من الشرور الشرك والكفر بالله جل وعلا، فيقوم مثلا بإزاحته. تزاحم الإصلاح مع خلل المراتب ومحاولة إزاحة الجميع، كأن يأتي الإنسان بسيل جارف إلى الفساد بجميعه، نقول هذا لم يقم به الأنبياء، وإنما جاءوا بالتدرج. ولهذا إذا كان الإنسان في بلد من البلدان ويوجد فيه الكفر والشرك ظاهر جلي، فعليه أن ينكر الشرك والكفر، ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمخالفات من جهة المعاصي والذنوب. وسكوته عن المعاصي والذنوب لا يعني من ذلك إقرارا لها، فيبتعد عنها لا مخالطة لها، كما كان النبي في مكة. وذلك أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالربا، وتأخر تحريم الربا، وكانوا أيضا نساؤهم في سفور، وكذلك أيضا يقع منهم من تعري، ويقع أيضا منهم من شيء من مخالفة الفطرة، فكان النبي لا يخالطهم من ذلك حتى لا يؤخذ من ذلك تشريع، فيقولون بعد ذلك: كنت تخالطنا وتفعل معنا ذلك، فلماذا تركت ذلك الأمر؟ فيأتي كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار أعلى والسكوت وعدم المخالطة في أدنى. ثم إذا استوفى ذلك يأتي بما بعد ذلك. الخلط الذي يقع عند بعض المصلحين من جهة الإتيان إلى جميع الشرور صغيرها وكبيرها، وكذلك أيضا معلاها وأدناها مرة واحدة، هذا يربك الصفوف، وكذلك أيضا يخلق في الخصوم تجمعا واصطفافا على أهل الحق، فحينئذ يحاط بأهل الحق، وربما تكسر شوكتهم ويستعصلون. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في هذا الأمر، فتجد أن من وقع في نفسه من جهة الشرك والوثنية كان في صف النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل خصومه في صف واحد، كحال مثلا أبي طالب وغيره لما كانوا في مكة، أن أبو طالب في نفسه ما يتعلق مثلا من الوثنية التي كان عليها كفار قريش، لكن لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاصله على قضايا أخرى وربما لكان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في قناعته في داخله، فهو يدرك من جهة حقيقة أنهم على باطل، ولكنه ما صرح بالحق الذي أتى به، فكسب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب من هذا الوجه، ولو تعاطفا ظاهريا، وإلا لم يتحقق الإيمان من جهة حقيقته، فيشهد له بالإسلام. كذلك أيضا من الأمور والجهات والخطوات التي يتدرج فيها من أمور الإصلاح أن الإنسان لا يجعل أداءه في ذلك على مرتبة واحدة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، فإن ثمة خصومه في ذلك على مراتب، منهم اليهود النصارى ومخالطون، ومنهم المنافقون ممازجون ومقاربون يظهرون الإسلام، ومنهم كذلك أيضا سماعون وهم بسطاء من أهل الإسلام داخل دائرة الإسلام، كما قال الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، يعني من داخل دائرتكم، ليسوا من المنافقين، ولكن بحسن ظن يحسنون الظن بالمخالفين وينقلون الأقوال والكلام ونحو ذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التقريب واللين معهم. ولهذا وجد من صف النبي عليه الصلاة والسلام من خيار الصحابة كحال سعد من أظهر نوعا من ميل عاطفة إلى بعض أفعال المنافقين، وذلك ليس حبا لذات العمل ولكن حمية، وهذا لا يعني خللا في ديانته ولا في فضله، وإنما يقع في بعض النفوس. ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقع بينهم شيء من هذا النزاع في جانب التعاطف، ومحله ليس المعصية وإنما محله لما كان من وشائج. ولهذا صف المسلمين يكون فيه خليط، فيه منافقون تجد أن أخاه وأباه أو عمه أو ابنه تجد أنهم بينهم قرابة، وهذه القرابة يكون فيها نوع مناصرة، ولا يحب الإنسان مثلا أن يعتدى
على قريبه ولو كان منافقا لأنه ربما يعتدى عليها أو نحو ذلك، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما يتعلق أيضا بكثرة الشرور وكثرة تداعيها، وهذا نجد كثيرا عند بعض العامة حينما يتكلم العالم على قضية معينة يأتي من يقول لماذا لا تتكلم على القضية الفلانية، ويجعلونها إلزاما وكأنه لابد للإنسان أن يستوفي المنكرات جميعا لإنكارها وإزالتها. نقول هذا لا يلزم منه، وإنما الواجب عليه أن يأتي بأعلى المنكرات، وإذا لم يستطع أعلاها لأي داع من الدواعي فإنه يقوم بإنكار ما دونها، يعني بإنكار ما دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد خلل من بعض المصلحين أنه ينكر ما يشتهي لا ما يستطيع، ومعنى ما يشتهي في ذلك أن يأتي لأدنى دركات السيئات ويقوم بإشغال الناس بها، والأمة في موبقات ومهلكات، فحينئذ قام بالانشغال في جزئيات وصرف الأمة عن الاهتمام بما هو أولى منها. وذلك حال الإنسان مثلا أن يأتي مثلا إلى مركبة وسفينة، ويأتي مثلا إلى سقف الحجرات فيها مثلا بتسريبها مثلا لمياه المطر ونحو ذلك، بينما هي تعاني أمواج متلاطمة عن يمينها وشمالها وتحتاج إلى فك الأشرعة وتهدئة الناس وتوطينهم. هذا انشغل بشيء حق لكن في سياق باطل، وذلك أنهم يشغلهم عما هو أهم. فالواجب على المصلح أن يهتم بالأمور العظيمة والأعظم ثم ينشغل بذلك على سبيل التدرج. إذا انشغل وأشغل الأمة معه بالجزئية عن الكليات هو شريك بالغفلة التي تلحق الأمة. ولهذا بعض المصلحين إذا أشغل الأمة بما يشتهي ولو كان هو في ذاته حقا لكنه في سياق باطل يشغلهم عما هو أولى، هو شريك في الغفلة التي تلحق بالأمة. ولهذا نجد أن الأمة تغفل عن أمور كثيرة من الأمور المهمات، وتجد أن المصلحين يلتفتون إلى قضايا معينة أو جزئيات يسيرة فيتكلم فيها العلماء، ولهذا ربما يحاط بالأمة من أعدائها من اليهود أو النصارى وكذلك أيضا الرافضة، وتستباح بيضتها ويراد ويكاد بها. ولهذا قد ذكر بعض العلماء أن أحد بلدان المسلمين لما كان أحاط بهم العدو عن يمينهم وشمالهم يقول ودخل إلى أحد جوامعهم وجد بعض العلماء يتكلم على قضية المرأة إذا خرجت لها لحية هل يجوز لها أن تزيلها أو لا تزيلها، وهل هي تأخذ حكم في ذلك هو تغيير الخلقة أو لا تغيير الخلقة. يقول والعدو قد أحاط بالبلد التي هم فيها. هذا في ذاته هو البحث، هذه المسألة هي في ذاتها هي حق، ولكن في سياق يورث غفلة فكان باطلا. ولهذا نقول إنه ينبغي على الأمة في ذلك أن تهتم بالكليات ثم تتدرج في بنائها، كذلك أيضا ما يتعلق في دفع الشرور يدفع في ذلك أعلاها ثم يتدرج فيما دونها. هل يعني من ذلك أن يسخر من أحكام الشريعة الجزئيات؟ ثم طائفة، وهذا أيضا يتربص به المنافقون وربما أيضا بعض أهل الغفلة، يقابلون اهتمام بعض العلماء بعض الجزئيات الذين أخطأوا وشاركوا الأمة في غفلتها بالسخرية من ذات الشريعة، من ذات الشريعة لا من ذات الطريقة. ولهذا حينما يتكلم الإنسان على قضية معينة ينبغي له إذا كان شارك الأمة في الغفلة أن يحذر من أن يقع في شيء عظيم وهو الوقوع في الشريعة، فيتكلم مثلا أولئك العلماء علماء المسعى الخفين أو الحيض والنفاس أو نحو ذلك، تتكلم هذه القضايا شرعية، قضايا شرعية. ولهذا سلمان عليه رضوان الله تعالى يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء هي أمور شرعية وجاءت بها الشريعة، وكل أمر نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى السماء السابعة إلى السماء الدنيا لا يجوز لأحد أن يحتقر وأن يستهين به. نعم هي مراتب ومنازل، فالله عز وجل لا ينزل جبريل عبثا ويبين شريعة، نعم هي على مراتب. ولهذا يجب على المصلح إذا وقع في شيء من الخلل أن يصحح أمره، ويجب على الناس إذا رأوا منه خللا أو شارك الأمة في غفلة في جزئية من الجزئيات أن يحذر من السخرية بالشريعة، فيقول علماء المسائل الفلانية أو الجزئيات أو الآداب أو السواك أو المسعى الخفين أو غير ذلك، هذه مسائل شرعية نزل بها جبريل بأمر الله على رسول الله وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترتيب. نعم وقع اختلال ممن كان من ورثة الأنبياء فجعل المفضولات فاضلات وجعل الجزئيات كليات، فوقع في ذلك خلط، فاحذر فإنك تقع في السخرية بشريعة الله. نعم تكلم على الطريقة وقم بتصحيحها وتقييمها، وأن ثمة أمور ما هي أولى من ذلك تعيش والأمة من مخاطر وأمور كبيرة، فالإنسان لا يتكلم على قضايا مشتبهة في المعاملات في البيوع والربا مثلا قد ينتشر في الأمة، ينبغي أن تستوفي بيان الربا وتبينه، ثم أيضا لا تغفل الجوانب التي دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد في ذلك اضطراب
من جهة النظرات، من جهة المصلحين، من جهة أهل الباطل ومراتبهم، وكذلك أيضا درجاتهم على ما تقدم البيان عليه. كذلك أيضا من الناس الذين لديهم غيرة يدخلون في الصف يريدون إصلاحا وهم يشقون الصف بطريقتهم، فهم أيضا معول هدم وغفلة وشقاق في الأمة. لهذا نقول إن مراتب الإصلاح والتدرج فيها هي من المهمات، يحتاج الوعي فيها العلماء المصلحون العامة أيضا أن يدركوا حقيقة شريعة الله سبحانه وتعالى ومراتبها، أن يعاونوا أيضا بعض المصلحين ربما تدركه الغفلة وليس بالمعصوم عن المهمات في الشريعة، يقوم بتنبيهه على مثل هذه القضايا بعيدا عن السخرية في الشريعة، فإن السخرية في الشريعة استزابها كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذه القضايا تحتاج إلى على ما تقدم من يقظة وإدراك وبيان. وهذا من الحقيقة الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى مزيد بسط وبيان، ولعل في هذا القدر شيء من الكفاية وخطوط عريضة. والله الله فتح الله عليك، يعني جواب صراحة يعني لو حضرت له لكان عجبا، فكيف وهو بداهته ما شاء الله عليك. لكن أشير إلى نقطة، هو في الحقيقة أشار نقطة مهمة جدا، وهو قضية أن أحيانا نوع الحماس والشعور بمآسي الأمة قد يدفع بعض الشباب إلى تبني بعض الأفكار الغالية. الآن السؤال، ألا يكون أحيانا نحن نساهم أحيانا في شحن الشباب بشحنات عالية بسبب أننا نتكلم عن المآسي وتكلم عن الواقع مثلا المر سواء كان في المنكرات وغيرها، وفي المقابل لا نعطي الطريقة الشرعية لحل أو لمواجهة مثل هذه المنكرات؟ أحسنت. نعم، والحقيقة ثمة يعني أمور مهمة فيما يتعلق في معالجة قضايا الأمة والشدائد والفتن التي تلحق بها أو النوازع. فما هو دور العالم من جهة الفتية، وما هي دور العالم كذلك أيضا في التعامل مع الناس؟ ينبغي للعالم إذا أراد أن يطلق كلمة في قضية أو نزلة معينة أن ينظر في أثرها واستعمال الناس لها. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله ينظرون إلى فهم الناس لأقوالهم، لا يعتبرون لمجرد خروج اللفظ ولو كان حقا فربما يفهم بالباطل. وهذا من الأمور المهمة، لأن الناس درجات من جهة فهمهم، أيضا دركات من جهة سوء فهمهم. ولهذا تجد أن بعض الناس يسيء فهم السكوت، فإذا كان فالسكوت يساء فهمه فإن الكلام فإن بابي من باب أولى. لهذا ينبغي أن يحتاط في ذلك. أما ما يتعلق من جهة العاطفة التي توجد في النفوس، العاطفة الدينية لانتصار الدين وقوته، نقول هذه العاطفة توجد في النفوس وهي محمودة، ولكن ربما تتجاوز وتكون محل خطأ إذا خالف الإنسان الدليل الشرعي إلى إقامة عاطفته، وهذا محل الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس يكون لديه حمية لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة وعاطفة غير مبنية مثلا على ترتيب أمور. وجود العاطفة المجردة وجدت في خير الخلق بعد الأنبياء، وهم كبار الصحابة عليهم رضوان الله كعمر بن الخطاب. فلما كان أبو عمر بن الخطاب في صلح الحديبية ولديه من العاطفة والحمية لدين الله حمية محمودة، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: يا رسول الله نعطي دنية في ديننا. وفسر مثل هذا الأمر بمثل هذه العاطفة النبي عليه الصلاة والسلام ما قام مثلا بزجره، وما قام أيضا بتقريعه أو بتأديبه وتعزيره، لأن مجرد هذه العاطفة والانطلاق منها هو صحيح، ولكن الخطأ في ذلك هو مخالفة الحكم الشرعي بتصرف بناء على عاطفة لا على دليل. ولهذا عمر بن الخطاب لما كان في المدينة وبدر من عبد الله بن أبي شيئا يخالف فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب: إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. كذلك أيضا في قضية حاطب استأذن النبي في ضرب عنقه، النبي عليه الصلاة والسلام خالف عمر وما وبخه على عاطفته. متى يقع في ذلك التوبيخ؟ إذا تجاوزت العاطفة إلى العمل المخالف. العمل المخالف أن يقوم الإنسان بالبناء على عاطفته وأن يجعل عاطفته دليلا. كل عاطفة تقع في الإنسان لابد أن يجد لها من الشبهة يظنها دليلا يقوم بها شبهته، ثم حينئذ يقوم مثلا بالخلط فيها. لهذا يجب على أهل العاطفة أن يرجعوا إلى العلماء الصادقين. نعم، العلماء في ذلك على مراتب، منهم من يقع فيه في خطأ، ومنهم من يكون مداهنا أو مقصرا، أو من هو فيه جبن على الجبلة التي جبل فيها. نقول لا تخلو الأمة من صادق، فالله حمى الشريعة، ومقتضى حمي الله عز وجل لشريعته أنه لابد أن يكون في الأمة من هو قائم بأمر الله بالحق. فالواجب في ذلك أن يلتمس الحق في ذلك، ولو غلب على ظنه أنه قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى لغلبة العاطفة. ولهذا جاء في حديث سهل لما كان في قصة أبي جندل وأبي بصير، فقال عليه رضوان الله تعالى: اتهموا رأيكم في دين الله، لقد رأيتنا أيام أبي جندل لو استطعت أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددته. يعني لديه من العاطفة القوية لنصرة دين الله ما لو كان لديه قدرة
أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالفه مع أنه موقن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق. لهذا هذا إذا كان وهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الوحي ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لا يمكن أن يفعل شيئا يخالف فيه أمر الله جل وعلا، فكيف في الأزمنة المتأخرة والعلماء وزمن الاجتهاد وانقطاع الوحي، كذلك أيضا ضعف عاطفة الناس وعدم تقويمها. لهذا نقول إنه ينبغي الإنسان ألا يحكم عاطفته وإنما يحكم الدليل. وأما أيضا وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي رسالة أيضا إلى العلماء، نقول إن كثيرا من العامة يتشوف إلى إطلاق الأحكام وتنزيلها وضعها في مواضعها على ما يريد ويشتهي. ينبغي للعالم ألا ينساق إلى أقوال الجماهير بذلك بتنزيل الأحكام على ما يشتهون. لماذا؟ لأن من الأحكام ما لو أطلقها الإنسان حقا على عين معينة وجد من يأخذ ذلك الحكم بتطبيق أثر عليه لا على مراد الله عز وجل وإنما على مراد غيره، فما واجب العالم في ذلك؟ واجب العالم لا أن يقول الباطل وربما يسكت عن الحق، وذلك بأن تنزيل الأعيان ربما لا يكون حقا على سبيل الدوام. وأما من جهة حفظ الشريعة فهذا من الأمور المهمة، ولهذا تجد أنه في قضية خلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله تجد أن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه من النصوص ما استفاض، وأطبق العقلاء على ورود على الإمام أحمد أن من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، بل إنك تجد أن ما جاء عن في تكفيره أو ما جاء في تكفيره لبعض من يتكلم في بعض هذه المسألة من أعيان العارفين وكلامه أيضا في قضية حسين الكرابيسي وغير ذلك، تجد أن المأمون قد قال ما هو أشد من حسين الكرابيسي، ولكن تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لم يحفظ عنه قول صريح في المأمون. والقضية في ذلك أنه كان الإمام أحمد رحمه الله يعلم أنه لو أطلق مثل هذه العبارة على عين ربما وقع من التصرف ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يطلق على عين وإنما أثبت الشريعة، فكان بالنسبة له يرى أن حفظ الشريعة يكون بإطلاق الحكم، وذلك بحماية هذه المسألة أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال إن حرفا من كلام الله مخلوق فهو كافر. أعيان كثيرة كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تقول بهذا القول الذي يخالفه، اكتفى بحفظ المسألة وتقريرها. من الناس من يتشوف يقول هذا الحكم ينزل على من؟ على فلان وعلى فلان وعلى فلان. هذه الإطلاقات إذا أطلقها العالم هل يلزم منها آثار إذا كان ثمة آثار؟ هل الآثار ستقوم على مراد الله جل وعلا أم ثمة أقوال يلزم منها آثار خاطئة؟ هذا يرجع إلى العالم بحسب النازلة وبحسب السامعين لذلك القول من جهة تطبيقه. وهذا من الحكمة، وربما بعض الناس أو بعض العامة يلزم العالم لماذا تنزل على فلان ولا تنزل على فلان، أو تنزل على حال ولا تنزل على تلك الحال. نقول تلك الحال ربما ينزل عليها حكم، الذين يأتون بالآثار يأتون بها على مراد الله، وأما تلك الحال فلو أنزلنا فيها الحكم والوصف الذي جاء في الشريعة لكان الأثر في ذلك أعظم منه. وهل يعني من ذلك تقصيرا في الشريعة وكذلك أيضا كتما لباطل؟ لا، نقول إن الشريعة جاءت بحفظها ببيان الحق من جهة المعنى وتأصيله كما حكاه الإمام أحمد رحمه الله، وأما من جهة الحكم على الأعيان فإن ذلك له ينظر الإنسان إليه وينظر إلى أثاره. أما بيان الحق في ذاته فلا بد من بيانه في كل زمان وفي كل مكان، وذلك لأنه مقتضى حفظ الشريعة وهي الرسالة التي أمر الله عز وجل بها. وهذا تجده في كل الأزمنة، في زمن الإمام أحمد رحمه الله، في زمن الفتن والشدائد، كذلك أيضا في زمن ابن تيمية مع اضطراب الأمور وغيرها، هذا يرجع فيه الإنسان للمآلات. وكلما كان الإنسان أبعد نظرا في مآلات الأمور كان أصوب وأدق من جهة أطلاق ألفاظه. لهذا يجب على العالم وعلى المصلح كما أنه يراقب الله جل وعلا في إطلاقه للأحكام، كذلك أيضا في تنزيله للأحكام على النوازل، فلا يحكم كذلك إلا بعلم، ولا يحكم إلا ببصيرة على تلك الواقعة، فلا يحكم ببعد، وإنما ضلت الأمة وأخطأت، وذلك بأنها حكمت على علم بنازلة بعيدا عن فهم واقعها، أو حكمت بفهم واقعها بعيدا عن ذلك العلم، أو حكمت بعلم بالواقع والحال بعيدا عن فهم المآل. وفهم المآل له أثر على إثبات الحكم في الحال. وكم ما جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، وكان بمكة النبي يدرك أن هذه الأشياء محرمة ولو لم ينزل فيها نص. لهذا تجد أنه ما شارك المشركين بشرب الخمر، وما شاركهم بالربا، وما شاركهم بشيء من المحرمات التي لم ينزل عليها دليل في المدينة، وترك النبي لهم الدليل على إدراكه لذلك الأمر، ومع ذلك ما تكلم عليه وما تكلم على أولئك الفاعلين. لماذا؟ لأنه ينشغل بأمر أعظم من ذلك. نعم يوجد من الناس من يدفع العالم والمصلح على أن يقول كلمة في فلان أو
كلمة في حادثة أو في نازلة أو غير ذلك، ولكن يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عن قوله، لا يسأل عن تطيب خواطر جماهير أو كذلك حكام وسلاطين أو أنظمة أو دول أو جماعات وأحزاب وتيارات. فإذا وضع الإسلام في هذه القوالب فإنه تحجيم لدائرته، ولكن الحق في ذلك هو أن لا ينظر الإنسان إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في إطلاقه وكذلك أيضا في أحكامه، حتى يرضي الله جل وعلا. الخالط الموجود هو أن كثيرا من الناس قد انشطرت نياتهم والتفتوا يمنة ويسرة، ويظهر هذا في الاضطراب في الأحوال وكذلك أيضا في الأقوال وكذلك أيضا في النوازل، ويقع في ذلك الفتن ويقع في ذلك الشرور، ويظهر في ذلك أيضا في أثارها وتبعات التي تكون على الأمة، والله أعلم. فتح الله عليك، الله يجزاك خير يا شيخ.